أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم. حلقه جديده من تضحك تخسر الاخوان. اليوم الجمعه الاخوان، وتفكرت انه كل جمعه كندير لكم حلقه ديال تضحك تخسر، وهذه مده طويله ما رجعتش درت لكم حلقه ديال تضحك تخسر. لذا اعتذر الاخوان، الناس اللي ما عارفينش حلقه ديال تضحك تخسر هي حلقه كنرياكتو على فيديوهات كيضحكوا ولا خسرنا، كنخسروا مع قلب. عندنا بطبيعة الحال 5 ديال القلوبه، كل فيديو غنضحكوا فيه غنخسروا. تنشر الاخوان تدخلوا تابونوا عندي في منصه ديال كيك. هاد السيمانه ان شاء الله غنبدا نطلق ستريم تما ان شاء الله. الشيء اللي الاخوان دخلوا عندي في الرابط اللي غنخلي لكم اسفل الفيديو. ليتس جو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نجيب لك بونو بونو في الراشيديه. حلا بونو والله، حتى بونو في الراشيديه شي شي كنا نجيبو سيدي واش فيها بلا عايز بنانا يا صاحبي. اه هو الله يرضى عليك سيدي، تجيب لي بونو حتى جبتي لي نعمان الحلو. لا ماشي هو افضل والله نعمان المالح ياك دابا بونو ملقم بنعمال الهلال. غنجيب لك بونو بونو في الراشيديه. حلا بونو والله، حتى بونو في الراشيديه نجيبو سيدي واش تعرف بونو كازيو هو هذا. لا عايز بنانا يا صاحبي. اه هو بونو مرقد في ماحية. لا هو لا ماشي هو افضل والله واه خسرت دابا غنجيب لك بونو بونو مصاوب في الدار. بارك بارك يا جمال بارك. انت كتب شي لاس فيغاس لاس فرايداي وداك الشيء، شنو كنسمع انايا؟ شنو كنسمع انايا؟ تاش بغايتي انت اش بغيتي انت اش بغيتي وكل واحد الاخوان ودنوها باش تعرفوا الاخوان ما كنسمعوش كاملين نفس الهضره اللي كتقال، نفس الهضره اللي كتسمع، نفس الكلام اللي كيتقال لينا ما كنسمعوش كاملين بحال بحال. يا حاج سمي، اصل النهارده الخميس يعني، وعلى حسب التقسيمه النهارده ليلتي. انت ما عندك نظر؟ ما تفهمي ابدا؟ ما انت شايفه في لاعب جديد دخل بالفريق؟ لا يا حاج، الحق حق وانت عودتنا على كده، واللاعب الجديد يقعد على الدكه حتى لو كان ميسي. عاوزان يقعد ميسي على الدكه ولا عايزك يا مجدي عبد الغني؟ من يوم ورايح التشكيله اتغيرت فاهمين ولا باينه العائله عنده شاش بيكوره. لا والحين شلون صارت التشكيلة يا مريو؟ اسمع مورينا التشكيلة صارت كالتالي 4-2-4. شنو هذا شنو هذا؟ تفضل يا عقب مرمى. لا لا قدامي يا حبيبتي الله يطول لي عمرك. الشعب باغي يتفرج في الماتش ساريحة. خسرت في هذا الفيديو، خسرت في هذا الفيديو، لا خسرت انا خسرت. ارضي ربنا الحرام يطلع يسرق الشقه اللي جنبنا، ينزل ما لقاش الموتوسيكل بتاعه. ده ارضي ربنا ده ارضي ربنا الحرام. المشكله انك تضرب كل الحرقه فهمتي، بكل حرقه يعني بقى فيها مسكين السيد الشفار جاي يشفر الدار بحال ما وكا لقى الموتور ديالو تسرق.
هانية النتيجة تعادل واحد لواحد. اخو روكفور روكفور او غودا روكفور هذا سميتو غودا هذاك روكفور او روبلوشون. انا عندي هذوك كاملين فرماج روبلوشون سان كونتيست روبلوشون او امنتال روبلوشون روبلوشون او بارميزون روبلوشون روبلوشون او كونتي ماتش كونتي كونتي او شيدار كونتي كونتي او بري تعرف موتزاريلا موتزاريلا غير قال لي انت حكا نعرفو موتزاريلا بري او سان نكتير سان نكتير سان نكتير او موتزاريلا سان نكتير سان نكتير او فيتا سان نكتير سان نكتير او بلو دو فيرني سان نكتير سان نكتير او كانتال سان نكتير سان نكتير او راكليت سان نكتير سان نكتير او سان مارسيلان سان مارسيلان سان مارسيلان او توم سان مارسيلان سان مارسيلان او شيفر. هادشي ماشي ديالنا الاخوان فهمتي هادشي ماشي قاوع مع الجبن حسن لينا فهمتي الجبن ساهل الجبن زوين فهمتي ساهل شي ديالنا للبرد يا البرد نتايا ما كاينش كاع وين تروح تخلطها نتايا الريح في الريح الله يهديك يا البرد. كيعجبني هاد الانسان بدا من الزيرو وبقى فيه هذا كلاش للبرد يا البرد لا البرد ده مشكله ما يقدرش يجاوبك هادي هي المشكله البرد وكلاش يا فيلسوف الفيلسوف قال لك انا نفهم الديب لما من يكون ياكل في الخروف تسيل اللعاب نتاعو بالدار جاي يريق هو ياكل في الخروف يتلدد اما الخروف ياكل فيه الديب هو الدور اللعاب نتاعو تسيل هو يريق ويتلدد لان الديب ياكل فيه هذه وضعيه خطيره. قال الفيلسوف الفيلسوف قال لك انا نفهم الديب شي الديب شي كعلالته هذا هو كعلالته هذا هو كعلالته الفلسفه التبونيه فيلسوف راه تيحلف بالله تيقول والله ما انا اللي قلت هادشي كوريا الجنوبية والشمالية حيتهم كاملة مكبتين جا هذا جمعهم وفي الاخر تلقى هذا جابوني اش دخل سامسونج في الهضره اش دخل سامسونج في كوريا حول ولا قوه الا بالله. إذا تزوجنا شنو رأيك بفلوس العرس نسافر بها لدبي؟ يعني دبي ترى تعتبر هسه رخيصة إذا أجيت تحسبها وياي فالليلة الوحدة بالفندق هناك يعني تطلع لها 200 دولار 250 دولار. أما بالنسبة للصرفيات والأكل والشرب والطلعات يعني حبيبي يا طالقة وكتحلم أنت ها باش الصندالة ديالك ضربات 10 سنين ياش كتقعد صندالتك. إذا تزوجنا شنو رأيك بفلوس العرس نسافر ب... السلام عليكم وكي داير با الحاج بخير كيهضر بالدارجة ولكن والله لا فهمتي وأنا كيديرو كاني في البحيرة في بحيبة ولا لا كان علي الدينا كان عرمة ما كاين فكان شي خدامة ما كاين بينا نزوع قال لك غلا 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 والخدام ولا بيخدم بالساعة 400 ساعة وهاد فياج ما كمل لنا كاع بكري كنت أنا مار ما كمل في كان بلاصتي كنكبر بلاصتي أنا مار ما مشيناش بكري ندري داك بالسيفون بالخطوة اللي غادي نصور عايز ندد ورمى داك الشي اللور وراه وانت قول رجع وانا تعديك دعام اخ منين فرغيني ولا شي عظمة ولا منين اخويا ما قدو نجي ما كيت قاعدين على كامل الفوق قالوا السلام عليكم يكون شي عظمة هذا شي عظمة شي عظمة ياك السلام عليكم كي داير بو الحاج بخير ولكن يدروك في بحيرة بحيح قشاش قدامي متليش غلا 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 قدام شي عظمة
فيديو بدون تاريخ صلاحية. وانا تعاملي مخاصمين الاخر قلت وقلت انا مخاصمين برايحي في شي جنازة ولا الله اعلم شي عرس الاخر اعطيهم بالضربة ما بغيت يضرب معاهم حتى بالي واحد واحد داير بالي مع هذاك ويا راه مسكين وقال لك يصلي وتقول شي واحد ناض بغى يوقفو مسكين والو لا حول ولا قوة الا بالله. مزيكا كوبي كوبي رايت اي اح اي 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 اح ما عرفت شنو الحكمة في هادشي ما تنقش لا طاك عدو 100% ولكن الدماز زيرو زيرو في المية. العالم كله الخوا ولا خدام ليبرور فهمتي اللي ما كيديش كومنتير اللي ما كيديش البيزا كيلا حق الهدرة ورا الميساج اوصل الهضرة راز العالم كله الخوا ولا خدام حكيم يكون بقى في واتزم اجي حكيم مكانش في واتزم هو بوحدو اللي فهم شنو بغا يقصد فهمتي بوحدو ما كترينيش وكنت كتريني غتعرف راه جالس شي واحد تما يا مارتن ايش كان ضحك بالسكات ناري ناري باش عرفتك من الحوس شتفولي على كرش وضربو بصندالة وخشو وجهو فمك تعود الثورة ناري نحس نحس عصاحبي واو باش الاستاذ كيعطيك دير كلمه واول جمله كتبدا بها بسم الله الرحمن الرحيم اوكي شكرا للاخوان تحياتي رجعنا لكم تضحك تخسر كتمنى الاجر ديالكم تلقاو في ان شاء الله اخوان ما تنساوش ديروا ليا فولو تهلاو تلقاو في كيك